إبراهيم الطيب المصري اليوم. سؤالي لحضرتك فيما يتعلق بملف الدواء. الملف ده بيحظى باهتمام كبير من الحكومة، ويمكن ده بينعكس من خلال اللقاءات المباشرة اللي حضرتك تقوم بها مع المسؤولين أو في توفير الاعتمادات المالية اللازمة. ولكن اسمح لي، هذه الإجراءات ربما لم تنعكس بشكل كامل على أرض الواقع. بنشوف بعض طوابير الدواء في بعض الأماكن، خاصة مثلا احنا بنتكلم على صيدلية الإسعاف. هنا عايز أسأل سيادتك على جهود الدولة لدعم شركات الدواء الحكومية، خاصة مثلا الشركة القابضة للدواء اللي هي كانت بمثابة أمن قومي دوائي بنسند أو بنعتمد عليها لفترات طويلة. هذه الشركات ربما تراجعت قدرتها في الفترة الأخيرة لبعض التحديات اللي واجهتها لصالح الشركات متعددة الجنسيات، فكنا محتاجين نعرف دعم الحكومة لهذه الشركات. شكرا. طيب، احنا قلنا على موضوع الدواء، واعتقد ان حصلت انفراجة ليست بالبسيطة في يعني نوعيات كثيرة جدا جدا من الدواء، والحمد لله يمكن طبقا للأرقام تقريبا ما بين 80-90% من الأدوية الناقصة ابتدت تبقى متوفرة، واحنا قلنا كان فترة معينة زمنية 3 شهور، واعتقد ان شاء الله هنبقى قادرين على هذا الموضوع في خلال المدى الزمني لهذا الأمر. نيجي لموضوع الشركة القابضة للأدوية. احنا امبارح كان في لقاء مع وزير قطاع الأعمال العام، وكان بيعرض الشركة القابضة للأدوية. عايز أقول لحضرتك، إحنا الفترة اللي فاتت الدولة المصرية استثمرت مليارات في إعادة تأهيل خطوط الإنتاج بتاعت هذه الشركات، لأن كانت خطوط إنتاج كثيرة منها تقدمت، وكانت أصبحت يعني التخوف إن ممكن يبقى المنتج بتاعها ليس مطابق للمواصفات الدولية. فخدنا قرار الحقيقة كان من 4 شهور في وقت الوزير القطاع الأعمال السابق اللي هو حاليا وزير الكهرباء، وتعمل إيقاف لعدد من الخطوط، وتم الحمد لله إنهائها بالكامل وتجديدها بالكامل. وخدت تمام امبارح من السيد الوزير ان كل الخطوط رجعت للانتاج الكامل طبقا للمواصفات العالمية، فيما عدا شركة واحدة خط واحد هيخلص في خلال الشهر القادم. فبالعكس الشركة القابضة ان شاء الله الفترة الجاية المستهدف هنشوف هتعود تاني لاقصى طاقات الانتاجية، لان زي ما قلت لحضرتك احنا كنا مضطرين لفترة معينة ان احنا نجدد الخطوط فتقل الانتاج بتاع هذه الشركات، ولكن اعتبارا ان شاء الله من خلال هذه المرحلة اللي احنا فيها هتعود باقصى انتاجية ممكنة ان شاء الله. انا بشكر حضراتكم جميعا، والى اللقاء في الاسبوع القادم باذن الله.